نلقطه إن شاء الله تعالى بطريقتنا السلمية، ولن تغني عنكم جرائمكم. ونقول لكم أو نذكر من بقي له قلب منكم، إن النبي قال: اللهم من ولي من أمرنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه، اللهم إن هؤلاء قد شقوا علينا فاشقق عليهم يا رب العالمين. ونقول إن الجريمة خروج على القانون، فإذا جاء حاكم متسلط فرد ليجعل الجريمة قانونا يحتكم الناس إليه، فمن العبث أن نصف هذا العمل أنه إسلام أو أنه ديمقراطية وعدالة اجتماعية. نعود إليكم أيها المصابرون المرابطون، لا بد من الصبر والثبات حتى تتحقق أهداف ثورتنا كاملة بمشيئة الله، فإن نصر الله يتنزل ويصبح قريبا في متناول الأيدي. فإن واصلت الأمة وانتقلت من الصبر إلى المصابرة نصرها الله تعالى، وإن يئست نظر الله إليها وقال: هؤلاء قوم لا يستحقون نصري، فيرفع الله نصره. واذكروا يوسف عليه السلام، ونذكر يوسف لأنكم يوسف هذه الأحلام، أنتم يوسف هذه الأحلام، أنتم يوسف حلم الحرية، أنتم يوسف حلم العدالة الاجتماعية، أنتم يوسف حلم المساواة بين الناس. ذكر الله التمكين ليوسف في موضعين: يوم أن بيع بثمن بخس دراهم معدودة، قال الله تعالى عنه: كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ومكن الله تعالى ليوسف عليه السلام يوم أن ولي القصر ودخل كعزيز لمصر مؤتمن على خزائنها. وقد مكن الله لكم، مكن الله لكم يوم أن خرجتم بواحد وباثنين، ويمكن الله لكم وأنتم الملايين الملايين. فاصبروا وصابروا وأبشروا وأملوا بإذن الله، وإن الفرج مع الكرب والنصر مع الصبر، وقد نصرنا بمشيئة الله. وهذه جمعتنا اليوم تدل على أننا انتصرنا، ثورة مستمرة 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 حتى يتحقق نصر الله سبحانه وتعالى. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه عموما. ولم يزل ربنا سبحانه وتعالى قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على البشير النذير سيدنا رسول الله، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في أرحب، اللهم كن مع إخواننا في أرحب، اللهم وفق إخواننا في أرحب، اللهم انصر إخواننا في أرحب، اللهم واكتب أجور إخواننا المرابطين في أرحب. اللهم إن إخواننا في أرحب لم يخرجوا بطرا ولا ريان ولا أشرا، خرجوا لنصرة إخوانهم ومنعوا المستبدين الغاشمين من القتل، فثبت أقدامهم، انكر لهم ولا تمكر عليهم، ثبتهم بتثبيتك وأمدهم بمدد من عندك، اقذف الرعب في القتلة الذين يريدون أن يمكروا بهم يا رب العالمين. اللهم خفف عن النازحين من إخواننا في أبيان، كن معهم، ثبت أقدامهم، أعذهم إلى بيوتهم سالمين غانمين. اللهم اقذف الرحمة في قلوب أهل الخير وفاعليه لكي يعينوا إخواننا النازحين في أبيان يا رب العالمين. كن مع إخواننا في كل محافظات الجمهورية. اللهم إن هذا النظام قد شق علينا وقد أخذ أموالنا، نهب ثرواتنا، قتل منا من قتل، سجن منا من سجن، صادر حقوقنا وممتلكاتنا، واليوم يحاربنا في أرزاقنا وأقواتنا
والخدمات الأساسية. فنسألك أن تنتقم منهم بما شئت وكيف شئت، خذهم أخذ القرى وهي ظالمة. اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على ثورتنا حتى النصر يا رب العالمين، ثبتنا على ثورتنا حتى ننتصر. اللهم عليك ببقايا هذا النظام الهالك البائد، اللهم عليك ببقايا هذا النظام الهالك البائد. اللهم خذهم أخذ القرى وهي ظالمة. يا قوي يا عزيز، يا قوي يا منتصر، اثأر لإخواننا في أبين وفي عدن وفي تعز وفي الحديدة وفي صنعاء وفي أرحب وفي نهم وفي الحيمة وفي جميع قرى ومديريات الجمهورية. يا رب العالمين، كن مع إخواننا في بقية الثورات العربية، كن معهم في سوريا، كن معهم يا الله يا الله في ليبيا. وفقهم وسددهم وانتقم لهم ممن بغى عليهم، إنك على كل شيء قدير. كن مع إخواننا في فلسطين وفي كل مكان مظلومين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، لدينا واجب عملي في هذه الجمعة ندعو إليه من منبر الثورة. نريد كل الذين في البيوت لم يخرجوا معنا، خلفهم عذر أو شيء ما، أن يعلقوا علم اليمن على شبابيك بيوتهم، ليثبتوا لهؤلاء الظلمة من بقايا النظام أن هذا الشعب كله ثائر ضد الظلم والاستبداد. سنصلي صلاة الاستسقاء، سنصلي صلاة الاستسقاء بعد صلاة العصر إن شاء الله. عباد الله، يقول الله تعالى وقوله الحق المبين: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قوموا إلى صلاتكم يرحمني الله وإياكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا تراصوا. استووا استقيموا، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم عز جاهك 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 وعلى سلطانك لا إله إلا أنت أنت إلهنا وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الملك ولك الثناء كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك العمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك النعماء كلها اللهم لك الثناء كله اللهم لك الشكر كله ولك الحمد كله لك الحمد على ما أنعمت لك الحمد على ما تفضلت لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رب انصرنا ولا تنصر علينا رب انصرنا ولا تنصر علينا